وسهلاً بكم أحبائنا المشاهدين في برنامجكم أه المندائية أسرار آني نوال من خلفية صابئية مندائية ومعنا ضيفنا الدائم الدكتور جورج حربي خضر أهلاً وسهلاً دكتور أهلاً أختي شلونك؟ مرحباً. يا ألف مرحباً أهلاً وسهلاً أهلاً بك اليوم في حلقتنا هذه بدنا نتعرف عن المزيد من المعلومات عن المندا المندي المندائيين. تفضل آه دكتور. طبعا المندائيين هم اهلنا و, تأكيد نعم. و... بالنسبه لكلمه المندائي نعم طبعا الاصل اصل الكلمه مندا يعني معرفه. فالمندائي هو العارف نعم. او يعرف الله اللي عنده علاقة ويا الله القدير. نعم. آه بالنسبة المندي كلمة مندي المندي. يعني نعم. بيت العبادة، بيت المعرفة. صحيح. طبعاً ناخذ آه شوية معلومات عن آه او نتكلم معلومات عن المندي. سابقاً كان يصنعونه آه من طين حجرة صغيرة، يعني بيت صغير. وبفتحة يعني باب أه وموجه للشمال وعلى أطراف النهر الجاري لازم يكون لما كنا بغداد لما كنا نروح هناك شوفوا الشيخ وبيته هناك صحيح كلش يعني جنب النهر وحتى لما احنا تعمدنا بالزواج تعمدنا قريب من المندي المندي على شاط دجله نهار دجله, دجلة نعم. والشيخ يجي هناك وطبعا مراسيم ومراسيم تحضير المراسيم ولبس الرسته و ايام ساعات فرح طبعا بالتاكيد بالتاكيد فهاي كلمه مندم من يعني معرفه معرفه معرفه, معرفة يعني بالحقيقه كلمه الغنوسية كلمه يعني اصلها يوناني والغنوسي يعني معرفي معرفي معرف من جنوسيس الانجليزي شنو الانجليزي يسمونه جنوستيزم والجنوستيك الشخص المعرفي اللي يعرف المعرفه نعم واحنا نعرف المعرفه او الجنوستكس زين هي كانت من اليونان نعم و... والمركز الرئيسي كان كان بالاسكندريه بمصر فهناك كان مركز واحنا نعرف كانت مكتبه كبيره جدا في مدينه الاسكندريه. نعم اللي هو الاسكندر المقدوني هو اللي بنى ذيش المدينه وسموها على اسمه. على اسمه صح صح الان أه نريد نتعرف عن المعلومات اللي كتبوها مثلا بروفيسوريه سابقين علماء باحثين مثلا البروفيسور باكلي ماذا قالت البروفيسور باكلي اللي هي تعطي محاضرات بامريكا وهي بالحقيقه اختصاصها من اختصاصها المندائيه تعرف المندائيه وراحت زارت ايران معروف مره او مرتين واختلطت ويا الشيوخ وشافت كتبهم وترجمت بعض الاشياء زين هي تقول المندائيين هم اخر الاغنوسيين في الشرق الاوسط. نعم. من كتابها ريليجيوس ستاديز. نعم. اما بالنسبه البقيه مثلا بروفيسور هانتر مثل بروفيسوره هانتر. <applause> بروفيسوره هانتر اكثر الاحيان تطي محاضره انجليزيه. نعم. بروفيسوره انجليزيه تعرف المندائيه ايضا. يعني يعني تعرف بالمندائية تعطي محاضرات بانجلترا خاصه في جامعه مانشستر. نعم. تقول هذول الاغنوسيين المعمدانيين. في محاضره إلها قبل كم سنه نقول هم الاغنوسيين يعني المعرفيين المعمدانيين. آه نعم. نعم. هل هنالك آه علماء أو باحثين من ضمن الطائفة المندائية وماذا ذكروا عن المندائية؟ لا صحيح مثل أخونا سليم برنجي مه. اللي هو من طبعا من خلفية مندائية مه. وباحث ومترجم ويعرف اللغة فهو يقول يعني الغنوسية يعني معرفية زين وطلع كتاب قبل قبل تقريبا كم سنه وتكلم على المندائيه يعني مو باختصار نعم بس الكتاب قيم صحيح كتاب قيم بس هو صحيح يقول اغنوسيه بنفس الوقت طبعا هم يعرفون بينهم المعرفيين هم المعرفيين نعم نعم طيب ماذا اطلق على الصابئه ما هي الاسماء التي طلقت اسماء كثيره عن اسماء كثيره طبعا احنا نعرف الصابع المندائيين المعرفيين نعم آه والناصرائيين نعم وخشيطي خشيطي يعني اهل العهد اهل السلام معمدانين يوحنا المعمدان نعم آه المختسله او مصبتيين نعم آه مش آه مش الماني مش الماني يعني مسلم او مسلم يعني يعني يعرف السلام وهم نعم. بالحقيقه اهاليتنا كلهم مسالمين نعم. ما يحبون حروب زين ناس طيبين نعم. زين اهل معرفه نعم. هاي الاسامي اللي اعطوها للصابع المندعيين ممكن بعد اسم اسمين بس ممكن بس هاي اهم اهم, أهم الاسامي اللي اطلقت عليهم عجبا اذا شلنا او اخذنا الماء من المندائيه ماذا يحدث؟ بدون ماء ما في دين ما في دين مندائي ابدا مره طرح السؤال على واحد من الشيوخ الافاضل قلت له خلينا نقول انت مهندس بنفس الوقت انت مؤمن مؤمن يعني شيخ نعم ودوكم مهمه في الصحراء في الصحراء أنت كمهندس يحدث ودوك مهمة إيش راح تسوي؟ وانت تعرف أنت كل يوم بالحقيقة كل شيخ المفروض به يروح للنهر أو للشط ويأخذ القدر مالته أو قرابية أو ما شابه ويروح يأخذ مي جاري من نهر جاري مي حلو نعم. ويجيبه للبيت وممنوع أي واحد يجيسه حتى لو مرته حتى لو مرته تعتبر نجسه ما لازم يجيس اي شيء تابع للشيخ نعم <applause> شو قال لي؟ قال لي من جابرني؟ ما اروح يعني مو ما, مو ما يعني جواب تقدر آه تقولي تاخذين من عند نتيجه يعني هو مهندس ودوك هو بامر قال ما اروح يفصلونك يا. ما عندي مانع. طيب أه نحب وبالتاكيد المشاهد العزيز يريد يعرف ما هو اللباس الرسمي عند ممارسه الطقوس المندائيه، ماذا ما ما يلبس المندائي عند ممارسته للطقوس المندائيه؟ صحيح، صحيح. هم عندهم اللباس ال الابيض هم. يعتبرون النقاوه النظافة نعم. أبيض كنور، يسمونها الرسته الرسته نعم. بالنسبة للمنداء الإحتيادي خمس وصل وهي. وهي شروال طويل عريض والقميص مه. والهميانة والقلسته اللي يخليها على الكتفين والعمامة لا. إما بالنسبة للشيخ نعم. أكو أشياء زايدة عنده وهي التاغة التاغة هو التاج سابقا كان يلبسون حدرية بيضة جو العمامة بالوقت الحاضر يلبسون مثل الطاق رفيع من القماش سلك جو العمامه وعند المرقنه المرقنه يعني العصا او الصولجان من الممكن من شجر زيتون او الرمان او الغرب وبعدين كل شيخ لازم يلبس بخنصره الايمن خاتم من ذهب أربعة 24 مرسوم عليه بال بالمقلوب يعني شم ياور ماذا تعني؟ شم ياور يعني احنا نعرف باللغه المندائيه ما عتم السين السين يلفظون الشين فشم ياور يعني اسم ياور زيوا ياور زيوا يعني واحد من اسامي الله. فهذا لمن يص يصبغ الناس يعني يعمد الناس لازم يحضر المياه ويعمل خطط ويختم بها المي حتى يكون حاضر للمعمودية مقدس للمعمودية. شكرا دكتور على هالمعلومات اللي تفضلت بها راح ناخذ فاصل قصير ونرجع للموضوع الشيق هذا اهلا وسهلا شكرا اعزائنا المشاهدين شكرا لكم لمتابعتكم الحسنه معنا في برنامج المندائي اسرار ابقوا معنا سوف نرجع بعد هذا الفاصل القليل وشكرا اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمير أذنيك ارحمني وامسك بيدي ارحمني وامسك بيدي فأنا في حاجة شديدة you <imitation> أعزائنا المشاهدين نرحب بكم مرة ثانية في الاستمرار ببرنامجكم المندائية أسرار كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن اللباس الذي يخص الطائفة المندائية عند ممارستهم الطقوس وكان الدكتور جورج حربي خضر يتكلم عن الرستة والخاتم صح تفضل طبعا شرح لنا أكثر. ما يسمون الخاتم يسمون الشم ياور نعم بالحقيقه هذا جدا مهم خلينا نقول نعم الاصبعه نقول عاب الشيخ صبعة او سوى عمليه او صار عنده جرح او ما شابه نعم احنا نعرف بالتاكيد الشيوخ ممنوع منعا باتا ياخذ اي دواء نعم. ممنوع يدخل بجسمه اي دواء نعم. من القرص او من الحقن او ما شابه نعم. فاذا صار عنده عيب تروح المشيخه مالته نهائيا بعد ما الى حق يكهن ما الى حق يسوي معموديات طقوس نهائيا يصير كانسان عادي نعم. ما الى اي حقوق كهنوتيه حتى لو خلينا نقول الهميانه الهميانه اللي هي أه الحزام اللي يربط القماش يعني او يعني خلينا نقول بالغلط ربطه هاي بالنسبه الى تنقولين يعني ينزل ولازم هو, هو يتعمد 300 يعني مثل خطيه طب بالتاكيد كبيره 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 شو مو بس هذه خلينا نقول عمد وحده على اساس هي مندائيه او مندائية هو طلع مو مندائي او مندائيه ينزل ولازم يروح وين موجودين سبع شيوخ لازم يتعدمد 360 داره 360 كثير كثير معموديه بالتاكيد لان هاي خطيه كبيره كبيره مش لما يصير شوف فالرسته بالنسبه لهم جدا جدا مهمه طبعا يعني بدون رسته ما تقدرين تسوين اي شيء طقوس ما تقدرين تسوين طقوس زين وحتى الطماشه اقول آه الرشامه 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 لازم يكون رسته نعم زين بالاونه الاخيره هل النساء، العفو انت تتكلم عن الرسته، هل النساء والرجال مشابهه لهم هذه الملابس؟ نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء وواحد يقدر يشتري هاي الرسته من بعض العوائل خاصة عوائل يعني الشيوخ المقربين من ذيك العوائل لأن يعني يعرفون شلون يفصلون وشلون يخيطون الرسته لو واحد واحد ثاني وما يعرف يجوز يغلط بيها مم. وخاصة بالنسبة للهميانة. نعم <applause> شوفي. بالنسبه لهم جدا جدا مهمه وبالنسبه طبعا الشيخ اذا شويه اقدر اتكلم على الشيخ وحياه الشيخ حياه الشيخ جدا صعبه. يعني ممنوع عليه ياكل من اي واحد ما عدا الشيخ اللي هو يعرفه. زين زوجته ممنوع عليها تطبخ له ولا ممنوع عليها حتى تلزم في كل الحين في كل حين في كل حين ممنوع عليه هو يطبخ لنفسه وممنوع عليه يستعمل زيت اكثريته شوي زين اشياء بسيطه زين ولازم المي مالته حتى لو مو جاري لا. لازم يجيب مي من النهر لا. نهر مي البوري الحنفيه ممنوعه نعم لا. نجسه لا. لانهم يعرفون بالقانون مالتهم بان ممنوع اي مي يصير يعني بانابيب لان هاي تصير نجسه نعم نتعرف ايضا عن الدرفش ما هو الدرفش وما هو استعمالات الدرفش الدرفش مثل ما إحنا نشوف على الورانة شبه الصليب مغطى بقماش يكون أبيض زين الدرفش كلمة إيرانية يسمونه درفشة أنا أتكلم إيراني الدرفشة يعني علم ويعتبرون هذا درفش اليهية درفش اليه يعني شنو يعني علم يهية يهانة لما كان يعمد حسب الاسطوره نعم. لما كان يعمد من نهر الاردن في ضواحي الاردن وكان يخلي الدرفش قريب من من طبعا جرف المي زين وهناك يعني فهم بالنسبه لهم الدرفش جدا 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 مهم جدا مهم فهو يفتكروا بين الاشعاع النوراني يطلع من هذا الدرفش من هذا العلم نعم شو؟ فعلامه علامه نور نعم. علامه اشعاع علامه معرفه نعم. بالنسبه لهم, بالنسبة لهم. نعم. فياخذون بركه لمن يلزمون به لمن يتعمدون ويلزمون به نعم. نعم. طيب ما هي اركان الديانه او العباده في المندائيه المندائيه عندهم خمس اركان خمس اساسات التوحيد اوكي <applause> أه سهدوخه تهيي يقول أه اكو هي واكو ماري واكو من ذات هي نعم هي يعني الحي اكو هي يقول بالعامية يقول اكو بس هي بالحقيقه اكا اكا هيي اكا ماري اكا من ذات هي اك هي يعني موجود الحي نعم اك ماري نحن نعرف ماري كلمه آراميه يعني السيد نعم. السيد موجود واك من دتي نعم. شوف من ذات قد مهم نعم. من هو عارف الحياه ولما بحثت من هو عارف الحياه غير الله نعم هذا صحيح فهو يقول أكا من دات هيي. وإحنا نعرف يعني المندائيين بإيران والعراق لما يكون عندهم صعوبة يمرون بأشياء يعني ضايقهم أو مرض أو اضطهادات أو أي شيء طلبونا يا من داتي عيننا يا من دات هيي. ساعدنا يا من ذات نعم شوف نعم نعم. جينا منقذنا يا من دات هي. ويطلبون ايضا هي بالزيوه نعم يا هي بالزيوه فهذول الثنيين جدا جدا مهمين هذول الشخ... نعم. الاشخاص الثنيين نعم اريد أريدك طبعا ديكتور. سوري سامحيني انا ما كملت تفضل تفضل فهذا توحيد نعم وعتم طبعا الصلاه الصلاه هي البراخة نعم نعم. عن يعني طلب بركة بدون وضوء أما يسمونه رشامة رسم بدون رشامة ما ممكن ما ممكن تصير صلاة ما ممكن تصير براخة <applause> وعادة بإيران يروحون لشط كارون نهر كارون وهناك يسوون الرشامة نعم. <applause> 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 بالآونة الأخيرة بعض الشيوخ اللي بالعراق ابتدوا يسهلون الامر يقدرون تستعملون الحنفيه بالرشامه والصلاه. ثالث وحده طبعا احنا عندنا المعموديه نعم مصبته يسمونها بالمندائي مصبته المعموديه او الصباغه يقول لك انا راح اصطبغ ما راح يقول انا راح اسوي مصبته او راح اتعمد نقول لك هاي كلمة كلمة مسيحية احنا ما نستعملها. ما دام ذكرت كلمة مسيحية هل تقدر توضح لنا الفرق بين المعمودية أو ما هي يعني ترابط؟ اه, آه بالتاكيد بالتاكيد. يعني آه معمودية الموجودة ما يوحنا المعمدان بالعهد قبل 2000 سنة لما كان يعمد كان يعمد للتوبة. نعم بالحقيقة المعمودية الحقيقية هي دفن موت وقيامة حياة جديدة حياة جديدة بالله الخالق خالق الأكوان فهو لما اجى تجسد احنا بالمندايه يقول لك هذا هو من ذاتي اللي جسد بالمسيحية يقول لك هذا الكلمة اللي تجسد وصار انسان حتى يعرفنا احنا فكرنا فكرنا صغيرون نقدر نقول ما نقدر نوصل الى افكار الله الخالق احنا ما نقدر نوصل له بس نعم. هو يقدر يوصل لنا نعم. هو يقدر يجينا نعم. فالكلمة تجسد بانسان نعم. بالمسيحية يسمون المسيح يسوع. نعم. هذا اللي اجى يخلص الانسان من خطاياه. وعلمنا المعمودية بين هو راح على الصليب. مم. طبعاً ما قبلوه. يعني بذاك الوقت ما قبلوه. فصلبوه. هل عجبهم صلبوه؟ هو اجى على هاي المهمة. نعم. بين لازم ياخذ خطية العالم لانه هو بريء. نعم. نعم. ما مسوي اي خطية. حتى ياخذ خطية الانسان. نعم. لما نصلبه مات اندفن. نعم. وقام يوم الثالث. نعم. لو تلاحظين بالمندائية. نعم. ان الشمثة مات الشخص الميت لازم تبقى ثلاث ايام. نعم. الطوف. نعم. بالبيت شوف اكو رموز واحد يقدر يحللها yeah. وحتى لما يندفن الشخص yeah. ويخلون عليه المارك ثلاث مرات بالسكندوله yeah. Yeah. ولو احنا ما تكلمنا على السكندولة ما يبي في فرصة أخرى أنا سوف نتكلم عنها ممكن شكرا شكرا أهلنا. كثير سهل كثير سهل دكتور أنا. على المعلومات الوفيرة التي تفضلت وتقدمت بها أنه وان شاء الله نواصل هالحديث هذا بالتأكيد. عن المندائيه في حلقه اخرى. بالتأكيد بالتأكيد. شكرا. اعزائنا المشاهدين شكرا لكم لمتابعتكم لبرنامجنا المندائيه اسرار. اذا هذه الحلقه قد اثارت بكم بعض التساؤلات الرجاء المراسله على عنوان هذا البرنامج والعنوان قد ظهر على الشاشه. وانتم والاسئله التي سوف تطرحونها علينا جدا غاليه على قلوبنا. والى اللقاء في حلقه قادمه